بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السادة والسيدات النواب المحترمين، النائبات المحترمات، اسمحوا لي أن أقول لكم محاولا إرجاع بعض يعني الشيء من المزاح للتخفيف من الضغط الذي يعاني منه. ما عرفت انتم واش نفس الحالة ديال الضغط ولا غير أنا بوحدي. باش نقول لكم اش قلت يا سيد الرئيس؟ الله يرحمنا في الشتاء. امين امين، الله يلا في الصح، امين يا رب العالمين. الشريف راه دعا معنا، احنا نطلب الله تعالى. هذا الاصلاح صعيب، هذا الاصلاح صعيب، هذه هي الحقيقه. وملي جينا لقينا باللي الكلام فيه بدا بعشر سنوات قبل، والسي عباس الفاسي هو اللي عمل اللجنه اللي تشتغل عليه، وعملوا بعدا اللقاء والتشاور دام من ذاك الوقت لدابا في حوالي عشرات ديال اللقاءات ديالي مع النقابات، عشرات تقريبا، حوالي عشر لقاءات مع النقابات. وكل مرة كنا كنشوفوا كيفاش ديروا باش بحال اللي شاد شي جمرة حتى كتحرقوا في هاد اليد كيعاود يدوزها لهاد اليد، وعاود ثاني في هاد اليد كيعاود يدوزها لهاد اليد. هاد الإصلاح الإخوان لقيناه حنا على جدول الأعمال، وبقات لينا وحنا في سنة انتخابية، ومن المحتمل تكون عنده عواقب سياسية على الأغلبية وانتخابية. وإني جوج ديال الحوايج، الأول ما عندناش اختيار، خصنا نعملوه. الثاني يمكن لينا ندوروا الكلام ونبقاو ندوروا الكلام وناخذوا من الرصيد ديال الناس ديال المتقاعدين وندوزوا هذا المشكل للحكومة الجاية، ومرضنا ما عنده باس. قلنا ما يمكنش، لا أنا لا الشركاء ديالي في الحكومة، قلنا ما يمكنش، غنمشيو لهذا الإصلاح مهما كانت تكاليفه. صعيب، لأن علاش؟ كل شيء متفق على الإصلاح، تا واحد فيكم ما قال أنه ما متفقش على الإصلاح، والنقابات كلهم متفقين على الإصلاح. ولكن باش تيواجهوني بجوج ديال الخطابات كلهم فيهم التعاطف مع الموظف، لأنه صعب تجي عند واحد الموظف وتقول له السيد الموظف دابا كاين واحد النظام كيعطيك واحد القدر باللي غتخرج في التقاعد، أنا غنعطيك غندير واحد الإصلاح اللي غينقص لك واحد شوية، حيتاش الناس ما كيعرفوش شنو هي تنقص لهم، تزيدهم هذاك داخل في الثقافه ديالنا، تنقص لهم ما كيعرفوش. ولكن ملي كتكون امام واحد الواقع عنيد، حيت واحد الاخ سولني واش هذا اصلاح اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي، هذا اصلاح ضروري. ضروري ملي تيكون عندك الأموال ديال اليتامى والمتقاعدين، راهما ناس كبار في وضعية ديال العجز بالنسبة لبعض منهم، ما خصكش تعرضهم للخطر. لكن عندك واحد العشرة ديال البرطمات مكريين بواحد القدر، وانت كتصرف على الدراري بداك المردود ديال داك البرطمات، واحد شوية المداخل ديال داك البرطمات كينقصوا والمصاريف ديال دوك الدراري كيكبروا، اش دير؟ واش تبيع دوك البرطمات وتوكلهم للدراري، ولا تنقص لهم واحد شي شويه من المصروف اللي كتصرف عليهم باش باللي يزيدوا يكبروا يلقاو اما يتقاد مع الكبر ديالهم، اما يلقاو عاوتاني واحد الثروه باش يعيشوا. هذا هو الاختيار اللي كان عندي،
إما ناكل داك الرصيد اللي كلينا منه كنهضر معاكم. الإخوة اللي كتطلبوا مني نزيد نتشاور، راه خمس سنين هذه وأنا أربع سنين هذه وأنا كنتشاور. إما ناكل هذاك الرصيد كلينا منه مليار ديال الدرهم. أنا نقول لكم واحد القضية، بقى في الحال اللي حتى واحد ما نض غوت عليا في هذه المنصة وقال لي السعد إلى علاش تعطلتي؟ كان خاصي أبو زيد اللي هو فارس ديال الكلمة ينوض هنا يغوت عليا ويخرج فيا عيني ويقول لي السعد إلى علاش تعطلتي؟ كان عليك هذا الإصلاح تصوبه النهار اللي جيتي، عام عامين ماكسيموم وتكون درتيه. ما درناهش، بقينا كنحاولوا. نقول لكم واحد القضية، واحد المرة ما وقف ذاك الإصلاح مع هذا الموت ديال السي عبد الله بها الله يرحمه، كنا جالسين مع النقابة نهار الثلاث وصلنا لعدم التفاهم. حنا أنا شخصيا هذوك النقابات عندي معهم أحسن العلاقات وكنتعاطف معهم، وهذا الشيء تتعرفوه تنقولوه تنعلنوا، ولا أخفيكم أن علاقتي معهم حتى علاقتهم معايا مزيانة الحمد لله. ولكن في هذه القضية هذه ما وصلناش للتفاهم، وهما الله يكون في العون هما غيتواجهوا مع الموظفين غيقولوا لهم علاش خليتيو التقاعد ينقص. وصلنا لسميتو قلت لهم غدا ولا بعد غدا غادي ندفع الاصلاح. طلبوا لي اسبوع، طلبوا لي اسبوع. السباق قدامي الله يرحمه كتعرفوا كيفاش كنت كنشتغل انا وياه، كنستشر انا وياه في كل شيء. قال لي شنو السبب؟ قلت له كيطلبوا اسبوع، قال لي يعطيهم اسبوع. اسبوع في ذاك الاسبوع قضى الله ما قضى، مات السي عبد الله بها، توقفت القضيه. جاوا عندي الاخوان ديال النقابات قالوا لي السي عبد الاله نعاود نرجعوا للحوار، عاود رجعنا للحوار، عاود رجعنا للحوار. وبقينا كنتحاوروا نتحاور في الاخر اش غادي نديروا؟ قلنا في عوطمان بقاو بوحدنا مادام ما تفاهمناش مع هاد الاخوان ديال النقابات تنصيفطوا هذا الشيء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هما ممثلين فيه. صيفطناه بقاو الاخوان كيتشاوروا تمايا، وصفطوا لنا واحد الصيغه مخالفه للصيغه اللي كانت عند الحكومه، وكانت ديك الصيغه بقاو كياخذوا فيها التعديلات 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 ارضاء للنقابات. في الاخر النقابات ما قدرتش تصوت مع المشروع وما قدرتش تصوت ضده، امتنعت عن التصويت. يا كسيتي ما عدا نقابه واحده امتنعت عن التصويت، وصفتوا لنا هذاك. كتقولوا لي الحوار، الحوار ماشي انا، انا صيفطت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بغض النظر على المجلس الاعلى للحسابات اللي فعلا الرئيس ديالو كيواخذ عليا تيقول لي استعب الاله تعطلتي في هذا في هذا في هذا في هذا. واما التليين ديال هذا ديال هذا الاصلاح راه ليناه قدر المستطاع، من خمس سنين رديناه لثلاث سنين. كنا غنبداو في 2016 وخرناه حتى 2017. كنا غنبداو بربعه ديال النقاط مره واحده على المواطن، وربعه ديال النقاط مره واحده على الموظف، وربعه النقاط على الدوله. درنا كل عام نقطه. وكتقولوا لي تعمل بالتدريج، خصكم تعرفوا باللي الاصلاح ديال التقاعد بحال شي واحد خصو يوصل للسطح، ما يمكنلكش تعطيه واحد السلوم اللي بقى له فيه جوج متر. انت عطيتي لي سلوم، اتفقتي معايا على الاصلاح وعطيتي لي سلوم، قلت لي واطلع، ولكن كنوصل كنعيان الشعب قوالو. الى عندك شي بديل جيبوا لي فين نطلع للسطح ونوقف ونغوت نقول نجحت في الاصلاح. انا قابله منكم اي واحد هذا الاصلاح. الاخوان انا لقيته، هو اللي لقيت. سمحوا لي ما عنديش الذكاء الكافي باش ندير اصلاح اخر. هو اللي دار، هو اللي دار البيتي، المكتب الدولي للشغل، هو اللي دار المكتب ديال اكتواريا، هو اللي دار المجلس الاعلى للحسابات، وهو اللي دار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو اللي وجدوه الناس ديال الصندوق المغربي للتقاعد. نفس الاصلاح، انما إذا بغيتي تقولوا كنلطفوه، ولكن كنلطفوه في حدود ما يبقى ذلك يعني مجديا ويبقى نافعا، وإلا رحنا ما غنديروش الإصلاح الإخوان ديال التقاعد. كاين بعض الإخوان كاينوا دوك يطرحوا
راه كاين بزاف ديال الامور يمكننا نقولوها، ولكن دابا نحن امام اشكاليات ماليه ما فيهاش اختيار. وتنقول لكم بانه الا ما عملناش هذا الاصلاح من هنا، ملي ما يبقاش عندنا الكافي ديال سنتين، القانون غيلزمنا نمروا من 20% لدابا 50%، غيلزمنا بقوه القانون. بمعنى اخر غنمشيو لا كاتاستروف. اللهم نمشيو بهذه الطريقه هذه اللي هي تدريجيه، واللي هي فيها واحد يعني واحد النقص صحيح. انا ماشي من هذوك، سمحوا لي، كاين شي وحدين كيجيبوا شي زياده مثلا في شي ماده، اول باش تيبداو بالمحافظه على القدره الشرائيه للمواطنين. انا خويا ما عنديش هذا الذكاء كامل نجي نقول للناس راه باغي نزيد عليكم، واول ما نبدا لهم نقول لهم المحافظه. لا، انا كنتكلم مع المواطنين بصراحه، انا بغيت ننقد الصندوق ديال التقاعد ديال المغربي للتقاعد. وسولات ديال الاستاذه ابو زيد قالت لي علاش ما درتيش الاصلاح مره واحده؟ دابا شوف غير واحد الاصلاح ديال واحد الصندوق، وشوف الاستاذه شحال حنا واحدين. كون جبتهم لكم بثلاثه قولي لي كيفاش غنديروا، خصوصا انه المعدل ديال 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 التقاعد في هذا 6000 درهم، المعدل ديال التقاعد في الار سي ار 4000 درهم، المعدل ديال التقاعد في السي ان اس اس 1800 درهم. شوف كيفاش غادي دير ديك الساعات باش تقارب بيناتهم، باش تعمل قطبين، وكيفاش غادي دير، وشكون هذا اللي غيقبل لك باش تنقص له هذا الشيء كامل في الوقت اللي ملي غادي تجي تشوف غتلقى بلي ذاك الانسان اللي غيكمل 63 سنه ما غيتنقصلوش على داك الشيء اللي غيخرج به دابا 60 سنه، ولكن لا بغى يخرج تقاعد نسبي ب 60 سنه، ديك الساعات غادي ينقصلو واحد شويه. هذا صحيح، ولكن ماشي بزاف. انا باقي كنذكر الحسابات مزيان، حوالي ذاك اللي كان غياخذ 9000 درهم في الخروج غادي ياخذ 8600 درهم. ولكن غادي تبقى صناديق التقاعد مضمونه الاخوان الكرام. وراه شرح لكم شويه السي ابو زيد، قال لكم شحال هذه كانوا 12 واحد كيخدموا على واحد، دابا ثلاثة كيخدموا على واحد. ما بقاتش الظروف هي هذيك، لأنه كان العدد ديال التوظيف كان كبير، واللي كيخرج للتقاعد قليل. اليوم التوظيف اللي كيدخل قليل، والعدد اللي كيخرج كبير في كل سنة. الإخوان تكلموا على سوء التدبير ديال الاحتياطيات ديال صندوق التقاعد. يتم في إطار ضوابط قانونية، كاينش القضية ديال سوء التدبير، في إطار ضوابط قانونية تحدد مجالات الاستثمار بصفة حصرية، في إطار قرار لوزير الاقتصاد والمالية يضع الحدود الدنيا والقصوى الواجب احترامها، مع التحكم في الأخطار عن طريق تحديد معايير لتنويع الاستثمارات. لأنه خصكم ما تنساوش واحد القضية، ملي كتقولوا بغيتي واستثمارات تكون المردودية ديالها أكبر، كتقولوا بغيتي واستثمارات الخطر اللي فيها أكبر. وما تنساوش بلي هذه راها الاموال ديال المتقاعدين، خصها في الحقيقه تستثمر في مجال اللي ما فيهش الخطر، ما يكونش فيه الخطر، او اللي يكون واحد الريسك محدود جدا. في اطار نظام حكامه اعطى لمجلس اداره الصندوق عن طريق لجنه تخصيص الاصول مسؤوليه وضع الاستراتيجيه العامه للاستثمار والسهر على تتبع وتقييم نتائج تدبير المحفظه الماليه وملائمه سياسه الاستثمار مع الحاجيات الماليه الضروريه لصرف المعاشات، التوظيفات الماليه تاخذ بعين الاعتبار معايير السيوله والامان والمردوديه. يعمل الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنه 2009 على التصديق سنويا على المردوديه الشامله برسم التدبير المالي لارصدته الاحتياطيه والمردوديه المحققه لكل صنف من الاصول، وعبر هذه العمليه تتم المصادقه على مدى احترام مسطرة التدبير المالي للمخاطر والمقتضيات القانونيه ذات الصله. اللي كان عنده شي دراسه كيبين فيها ملي كاين شي جهه اللي قصرات في حسن التدبير ديال هذه الاموال ديال هذا الصندوق يجيبها لنا، حنا ندفعوا الملفات للقضاء. الناس كيتكلموا في الحقيقه على الاجور ديال بعض الموظفين تما، والاجور اللي كاينه ديال بعض الموظفين تما هي شبيهه تماما بالاجور ديال المؤسسات الشبيهه. ما كاينش، وهي شيء لا يمثل نيجليجابل كما يقول الفرنسيون، نسبة ما عندها حتى شي
حتى شي أهمية. أما الدولة هل أدت ذمتها؟ هذا الحمد لله ما وقعش فيه خلاف اليوم، كل شيء كيعرف باللي فعل سيدري جدو. الدولة خلصت 11.5 مليار ديال الدرهم للصناديق ديال التقاعد، ووقع هذا الشيء في إطار اتفاق وقعت عليه النقابات. غتقولوا لي واش أدت الدولة كافة الحقوق ديالها ولا ما أدتش؟ الناس اللي كانوا كيمثلوا ديك الساعات الموظفين وقعوا مع سيدري جدو وداروا اتفاقيات تفيد أنها أدت الذي عليها. إذن المشكل بالنسبة لهذا الأمر انتهى. أرنا الإخوان ملي كينوض شي أخ تيقول لك أودي واش الموظف بوحدو غيتحمل؟ لا، قلت لكم في التدخل ديالي 41 مليار ديال الدرهم في 5 سنوات. كان السيد وزير المالية حتى هو كيردد هذا الكلام، تيقول لهم أنا في صالحي ما نديرش الإصلاح ديال التقاعد، غادي نوفر 6 المليار ديال الدرهم في الميزانية وغادي ناخذها من الرصيد. أما دابا على مدى 5 سنوات 41 مليار ديال الدرهم، 8 المليار ديال الدرهم كل سنة تقريبا اللي الدولة غتحملها، غتحملها الدولة في عهد هذه الحكومة وغتحملها في عهد الحكومة اللي هي ما جايه باش يكون هذا الإصلاح هذا يعني ممكن. سمحوا لي لا تكون شي حاجه شي نقطه اللي طرحات ما جاوبتش عليها. اي واحد السيده قامت كتكلم على البنك الدولي، كنقلب عليها فينا واخا بلاتي الله يخليك مادام انت امراه معقوله افترضي البنك الدولي قال لنا شي حاجه معقوله، غير حيت قال لنا البنك الدولي ما نديروش. وسيدي والله ما عمرني هضرت انا والبنك الدولي على التقاعد. اه مدام ملي جيت جا عندي السي نزار بركه وجاب لي الموظفين ديال الصندوق المغربي للتقاعد وجلسوا معايا وعطوني صوره واضحه، راه شتي هذا الشيء راه ملي جيت ما كنت عارفه كاع بالتفاصيل، راه دابا حافظه التفاصيل ديالو حافظه. جا لعندي الله يخليك مدام الله يخليك البنك الدولي، واش حنا كنقيلوا نتسلفوا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي ومن المانحين في العالم ومن اللي يجيو لهنا ندول اعتبروها تهمه؟ هذاك مدام راه بحال البنك اللي انت عندك معاه معامله، راه الا ما بغيتيش راه حتى هو ما عنده حتى مشكل، غيهز الشكاره ديالو ويجي تبعت الطريق وتيقول لك انا الا احتاجيتيني نقرضك ها هي الشروط ديالي. صندوق النقد الدولي كيجي كيقول لك الميزانيه ديالك، حيت هو متخصص في الميزانيات ديال الدول، الميزانيه ديالك نهار علاش تدخل فينا صندوق النقد الدولي؟ تدخل فينا لان مشينا كنقولوا له سلفنا اعطينا امكانيه نتسلفوا 6.2 ديال المليار ديال الدولار، لان كان البترول ب 110 ديال المليار ديال 110 ديال الدولار للبرميل، وحنايا كنخلصوا خفنا لا واحد النهار ما نلقاوش باش نخلصوا. قال لنا الا بغيتيو هذا الشيء اجيو نشوف الميزانيه ديالكم كي دايره. بحال دابا الا مشيتي عند البنك ماشي غيسلفك انت بحال اللي غيسلفني انا بحال اللي غيسلف اي واحد، غادي ياخذ بعين الاعتبار الاجره ديالك والمصاريف ديالك الى اخره. نفس الشيء البنك الدولي ما عمره تكلم معايا انا في التقاعد. هذا التقاعد مشكل مغربي وقع بسبب قرارات درناها النهار اللي كانت الوفره، ما انتبهناش هاي باللي راه جاي المشكل، ولكنه هذا عالمي يقع في العالم كله. والا هاد 60 سنه واش حنايا عندنا في الثقافه ديالنا 60 سنه؟ حنا كنا كنعرفوا نبقوا خدامين حتى كيعيا بنادم ولا كيموت. هادشي اللي كان. ولكن 60 سنه راه جابوها لنا الاوروبيين، وراه الاوروبيين دابا ما بقاوش الا في 60 سنه. راه دابا في المانيا قلنا لك 67 سنه، في البرتغال وفي ايطاليا 66 سنه، في فرنسا ما عرفتش شحال وصلوا. واحد القضيه كتقال وكتكرر بزاف. كتقولوا لي الاخوان المواطنون دائما انت كتحقر عليهم في الاصلاحات، والله الا حشوم عليكم. علاش غنحقر على المواطنين؟ اش داروا لي انا المواطنين؟
علاش كل اللي صوت عليا باش وليت رئيس حكومة؟ واش واحد الإنسان ما دار معاك إلا الخير أنت تعاقبه؟ ولكن اسمحوا لي، أنا كان أنا المصلحة المواطنين كتبان لي في الحاجة اللي فيها مصلحة، ماشي في الحاجة اللي غتعجبهم. المواطنين بالنسبة لي أنا مستأمن بعد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد جلالة الملك، ومعاكم انتوما ومع الحكومة على مصلحتهم. خصنا الإخوان تكون عندنا الشجاعة والجرأة نقول لهم يا معشر المواطنين، هذه لصالحكم وعجباتكم مزيان. بحال النهار اللي زدنا للمواطنين الموظفين اللي عندهم 100 درهم و200 درهم التقاعد ردينا ب 1000 درهم. السامر بالاتفاق ديال 26 ابريل اللي ما كنتش حاضر فيه، ومن بعد الارسائر هذاك بطلب منا حنا وبالمساعده ديال السي نزار بارك الله يجزيه بخير. وهذه راه ماشي ما غاتعجبكمش ولكن راها في صالحكم. بحال الانسان مع ولاده، واش دابا الولاد دائما كدير لهم خاطرهم؟ السياسه هي هدي. المشكله اننا حنا في السياسه كنبغيو دائما نديروا غير الخاطر، ما يمكنش. ولهذا الاخت اللي تكلمت معايا على الازمه، انا كنقدر ان كاين اخطار الاخت حسناء، وانا غنقول لك واحد القضيه. انا ملي كنكون ملي تيكون شي واحد كيطالبني بشي حاجه حق، ما يحتاج كاع يخرج للشارع بالالاف، غير واحد كافي. شتي هاد الاخوان ديال النقابه تسوليهم، كنقول لهم بلي تكون عندكم شي حاجه معقوله ما تجيوش عندي، غير ضربوا لي التليفون. عرفتي شحال من مطلب من المطالب ديالهم اللي لقيتها انا عسادي سنوات واستجبت لها؟ لا 3240 يوم، لا الصندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل، لا. كنقول لهم غير بالتليفون قولوها ليا. ولكن ملي يكون الانسان ما عندوش الحق، وجبتي ليا الاخوان ديال المرسومين، سمحي لي الاخت الكريمه، هادوك دخلوا دوزوا ذاك الكونكور وهذيك المرسومين كاينين. لو كان كانوا ما كاينينش درتهم لهم من بعد، واخا كاينين وعارفينهم. وانا راني ماشي ما نتعاطفش معاهم، نتعاطف معاهم وراني كنحاول ندرك عليهم ما امكن، ولكن خصهم يرجعوا يقراوا، لانه غادي يضيعوا العام وغيضيعوا الوظيفه ديالهم. واما الاخوه الاطباء الداخليين والخارجيين، البارح راه دخل واحد العدد، وما عرفش الاخرين واش دخلوا اليوم ولا ما دخلوش. حنا كننتظروا. هذا هو الصواب. انا مازال خافش من الشارع اذا ما كنتش انا داير شي خطا، واخا تكون النتائج سلبيه. اذا ما كنتش داير، اذا كدير خطا غير واحد رجل او امراه يقول لي راك داير خطا السعب، الى تراجع نتراجع. علاش انا مدام ابو زيد بغيتيني نتواجه مع الناس؟ لا مع الاطباء ولا مع الطلبه ديال التعليم ولا مع تلاميذ الاطباء ولا مع النقابات. مالي انا يعني غير غاوي مشاكل يعني؟ غير معقول؟ القضيه ديال الناس اللي غادي يدركهم السن وهما في واحد المهن صعيبة، أنا عارف ومتفق معكم. الله يكون في العون ديال المعلم اللي غيبقى في القسم حتى ل 65 سنة، 63 ولا 65، الله يكون في العون ديالو. ولكن راه نقول لكم واحد القضية، ما كاينش شي إجراء اللي ما عجبنيش في هذا الإصلاح. أنا رئيس الحكومة أكثر من هذا، أنا كون جبرت ما نخبيش عليكم، وكون نقصت السن ديال التقاعد باش بنادم ما يبقاش عمره كامل هو في الإدارة، أعوذ بالله. وكون يمشي في أرض الله الواسعة ويقلب على ما يدير ويتحرك، ولكن راه ما كاينش اختيار. طيب غادي يكون من الممكن هاد الناس يطلبوا تقاعد نسبي، غيمشيو بأقل واحد شوية. راه غادي تكون واحد ملي غادي نحطوا هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غيدوز في الحكومه، راه غادي يكون واحد لا سيمولاسيون باش اي واحد بغى يعرف بالضبط شحال غادي ياخذ الا خرج، غادي يعرف. وكونوا متاكدين ان هذاك الشيء محدود. مؤلم نعم، ولكنه محدود جدا. انا عطيتكم قبيله المثال باقي كنتذكروا ملي كانت 65 سنه، انه الانسان اللي غيخرج دابا في 60 عام في النظام الجديد الا كان كيقبض 9000 درهم غيقبض 8400 درهم، غتجيه 600 درهم ناقصه. صحيح ناقصه 600 درهم، ولكن ماشي. ثم ما تنساوش الاخوان، ما تنساوش
ما تنساوش انه ما بقاوش الناس كيدخلوا للوظيف صغار. انا ما كرهتش هنايا شي واحد من الاخوان اللي في السن ديالي يقول لي انا فوقاش توظف. كان بزاف الناس توظفوا في 18 عام 19 ها هي وحده منهم و19 و20 اليوم راه 26 27 28 30 عام عادي 35 عام هذا الا توظف. دابا الاخوان انا غنقول لكم حنا المشروع وجدناه اشتغلنا عليه راه بحال اللي قال لكم السي ابو زيد راه بحال اللي كتجرع الدواء مر. ما نجيش نكذب على المواطنين نقول لهم انا راه جايب لكم واحد الدواء غادي يعالج لكم هذا النظام ديال التقاعد ديالكم وحلو بنين. ماشي صحيح ماشي صحيح. هو علاج هكذا والسلام. وانا وجدت نفسي مضطرا اليه ولكن لقيت انه ليس من الشرف حفاظا على مكاسب انتخابيه محتمله انني ندور الكلام. راه الكلام سهل التدوار والناس كيلقاو فيه الراحه ديالهم كل شيء غيلقى الراحه ديالو لانه الاصلاح ما غيكونش. ولكن حتى نوقفوا قدام الحيط لا ما يمكنش. الاصلاح غادي نجيبوه للمواطنين الموظفين غنجيبوه للبرلمان. وبحال اللي يعني بحال اللي بغيت تقول يعني عضيت في اللحم الحي وشديت الكبده ديالي وجيت غدوزو تانتوما من الامتحان ملي غنجيبو لكم لهنا. كنتمنى ما تعطلوش كنتمنى دوزوه راكم بغا تدرسوا يمكن تدخلوا فيه تعديلات ربما ماشي بعيد ولكن حاولوا على القضيه باش تبقى نافعه ومفيده وتنقض النظام. راكم تديروا واحد الحاجه فيها الخير ديال الوطن فيها الخير ديال المواطنين فيها الخير ديال الموظفين. وكنقول لكم هذا الاصلاح ماشي كافي مازال اصلاح اخر كينتظر الحكومه المقبله باش لانه هذا لاسينيس هذا مهدد في 2022 لاسينيس مهدده 2029 ياك السيد 2036 2036 وفي الدولة لابد تضرب الحساب 2036 وخا الله اللي عالم واش غتكون هنا ولا غتكون مشيتي عند الله. لابد تضرب الحساب. الدولة والسياسة هي هذه. ما كيجيش الإنسان الإخوان للسياسة ويدخل نقي وما فيه حتى جرح حتى حاجة ويخرج نقي ويعاود يرجع بنفس السعاده. الله ما من بنادم اليوم بلاد دخل لعب غير ماتش راه كيخرج عامر بالغيس. اللي كيدخل اللي كيدخل للتسيير كيعاني كياكل الضربات بعض المرات كيفقد الشعبيه ديالو. انا بعدا واحد القضيه راه كان في مع الليل قبل الفجر وكان ندخل داك الفيسبوك كل مره نلقى راسي في شكل مره مخرجيني متابعيني التماسيح مره دايرين كل مره في شكل هزقوا مني العالم. هادشي في 24 ساعه كل 24 ساعه جوج المرات. ولكن كنعتقد ان الناس فيهم الانصاف في العموم. انا كنطلب منكم راه سبق لي طلبتها منكم كبرلمان كنطلب منكم ديروا هذه اللحظه ديال الاجماع الوطني. الاخوان النقابات كنحلف لكم بالله باللي مقتنعين بالاصلاح هما صعيب عليهم واش هذا الاصلاح ديالنا وما تا هما كيقولوا هذاك الاصلاح الاخر اما الاصلاح اللي فيه الاماني اما الاصلاح اللي ما يعطيش نتيجه. حتى شي واحد ما جاب لي شي بديل. إلا جاب لي شي واحد شي بديل وما طبقتوش نقدر استقالتي. بديل حقيقي اللي يعطي نتيجة. وشو غنخسر أنا باش نطبقه؟ غادي يكون تكون هذه اللحظة ديال الإجماع الوطني باش يعرفوا المواطنين أن في المواضيع الكبيرة اللي كتمس المصلحة ديال المواطنين السياسيين ديالهم كلهم جادين.
وكلهم تيقولوا نعم وكلهم تيحاولوا يدافعوا على المواطن، ولكن يمشيوا في الاتجاه ديال المصلحة الحقيقية ديالو، ماشي فقط الأمور اللي كيحافظوا بها على المرتبة ديالهم وعلى المكانة السياسية ديالهم. راه في جميع الأحوال راه المكانة السياسية راه ماشي مضمونة، راه هاد الكراسي لابد سنغادروها، الكراسي ديال الحكومة لابد سنغادروها، ولكن غدا ملي غتكون دايز الشارع المغاربة غادي يشوفوك وغادي يجيو يسلموا عليك ويقول لك الله يجازيك بخير، كنت قاصح معنا ولكن درتي فينا خير اليوم باش عندنا التقاعد، ولا درتي فينا خير اليوم باش الميزانية ديالنا الحمد لله ولات كتعطانا نموذج للميزانيات في العالم، أو شي حاجة بحال هكذا من اللي داروا الناس على قالت الأخت. الحزب اللي ساهم باش المغرب يخرج من السكتة القلبية ما عندنا ما نقولوا، حنا ما كنتنكروش اللي سبقونا، ما كنتنكروش اللي داروا الخير، بالعكس حنا كنتبناوهم وتنتبناو العمل اللي داروا وتنعتزوا به كمغاربة، هاد الشيء اللي رحنا في الحاجة ليه. أما المزايدات الإخوان ما عندها فين توصلنا، كيف قلت لكم خاصني شلوم باش يوصل لي السطح، أما إلا يخليني كانت شعبك ما بغيتوش الله يعاونكم.